السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين كل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. المهم يا جدعان، بشكر كل الناس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، على الناس اللي سألت عليا عشان رجلي واللي حصل لها وكده. بشكر كل الناس اللي سألت وقالت الحمد لله على السلامة، والحمد لله يا جدعان عدت على خير. فاديني دايس على نفسي وبحاول اصور لكم فيديو حلو. فلو عجبك يا ريت تدوس لايك في الفيديو ده، عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده 500 لايك، فيا ريت كل واحد بيتفرج على الفيديو كده يدوس لايك. ولو انت لسه جديد معانا اشترك في القناه، عشان خلاص ال 14000 ناقص لي 100 مشترك على ال 14000. عايزين تمهم النهارده بقى يا جدعان ان شاء الله. تمام يا جدعان، تعالوا بقى سيبوكم من اللايكات والاشتراكات والكلام الفاضي بتاع القنوات اللي بنقعد نقوله كده كل اول فيديو ده. تعالوا نشوف فرد الحمام اللي احنا دهناه الغريب ده شكله هيبقى عامل ازاي وطاير، وكم حاجه كده هنشوفها قبل ما نفتح له. يلا بينا. بدايه كده يا جدعان انا عايز بس اوريكم حاجه صدمتني بصراحه، في حاجه صدمتني بامانه، يعني خلتني انا مقروف اصلا اقرب من الجردل اللي هناك ده. بص كده يا جدعان انا معلش بقى على المنظر. بص جيت لقيت ايه مرمي في البتاع ميت. مش عايز اطول عليكم في المنظر ده عشان انا بصراحه مقروف منه، فربنا يسترها بقى. الحمد لله جيت لقيت فار ميت، هو عمره بقى والحمد لله انه مات، عشان ايه مش ناقصه فار يخش لي هنا يدمر لي الدنيا، فالحمد لله رب العالمين. تمام يا جدعان، تعالوا بقى نبص على النوتي الاول. النوتي يا جدعان بسم الله ما شاء الله، امك اللهم صل على النبي ما شاء الله صحتهم بقت كويسه جدا 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 الحمد لله. تمام، حد يسالني فين الزهره لطيفه اللي كانت معاهم؟ والله يا جدعان يعني الحمد لله رب العالمين، ماتت نفس طريقه اختها برضك، كانت في الطاجن ولقيتها ميته الحمد لله رب العالمين، فعمرها برضه يا جدعان والحمد لله رب العالمين. تمام، طبعا الدكتوره كل واحد في بابه اهو هيموت على النتايه بتاعته. تمام، انا نفسي ده بقى يشتغل. وطبعا يا جدعان ان شاء الله في فيديو كده الجاي او اللي بعده هنقول لكم نعمل ايه مع الدكتوره عشان تخصب النوتي. تمام، طيب تعالوا بس نبص كده على الزغلول ده، عشان الزغلول ده يا جدعان اتكسح خالص، الزغلول ده اتكسح خالص اهو، يعني عايزين نشتغل معاه كلسم وحاجات زي كده عشان خاطر الجو ساقع اليومين دول ربنا يستر. وانا المشكله يا جدعان شايفين انتوا السلك ده، شايفين السلك ده، انا مش هعرف اقفله بسبب ان الغية على الارض، الغية عندي على السطح على الارض، وفي نفس الوقت واجهه يعني الغية على حرف البيت، فانا مش هعرف اطلع اعمله من بره. فهحاول بقى بصوا يعني ايه، هو كده كده انا كلها اسبوع ولا حاجه والغية كلها تتفك ان شاء الله، بس هحاول اليومين دول بس ايه اسدها كده اشوف كرتون ولا اي حاجه عشان خاطر الزغاليل دي حرام كده. تمام يا جدعان، طيب تعالوا بقى ايه نفتح بس شبكه الامواج بتاعتنا كده عشان خاطر هنشوف اجمل منظر النهارده ان شاء الله بتاع الفرد اللي احنا دهناه ده يا جدعان. ماشي يا جدعان، هنكمل فتح شبكه الامواج بتاعتنا. تمام يا جدعان، تعالوا بقى ايه كده نقول بسم الله. طبعا ده الفرد ده يا جدعان، بص شكله عامل ازاي. طبعا ده لما يتفتح هيبقى شكله تحفه 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 في النش. تمام، ونسمي الله كده. انا في لزقه قطيفه مش عايز افتح له عشان خاطر يعني ايه اقول الفرد ده اهو طالع يا جدعان. بسم الله ما شاء الله، انا عايز بقى ايه اوريه لكم وطاير، مش عارف هيبان ولا لا، معلش الكاميرا عملت فوكس. تعيد لي يا بنت اللذينة. مش عارف مش باين، بس هحاول اجيبه لكم وهو جاي يعني ان شاء الله. بس الحمام النهارده سخن قوي يا جدعان ما شاء الله، الحمام النهارده سخن قوي اهو. بصوا ولا اذا يا جماعه ده ما امش، مش مشكله اللي يقدر يقوم يقوم. الفرد انا شايفه، انا مش عارف هو مش هيبان معاكم في الكاميرا، بس انا شايفه من هنا حاجه جامده، هو كده كده لما يقربوا ينزلوا هيبان لكم ان شاء الله. بس الحمامتين النهارده هو مسكوا في بعض وسخنوا عن كل يوم. تمام،
هما كده اهو. بس بص الفرق ده، انت بقى ما تجيش تعمل لي فوكس بقى هنا. اهو الحمام يا جدعان، الفرق ده. بص بص اهو، بص ينزل اهو، بص بص شكله مش عارف بقى بان معاك ولا لا. هو اللي تحت ده يا جدعان اهو. اه بصه جاي يحطه اهو، بصه بس شكله هيبان ان شاء الله. اه يا جدعان بصه بس شكله عامل ازاي ما شاء الله. اهو كده تهيألي بان معاكم ما شاء الله. الحمام، في حمام خد مع الحمام يا جدعان، في حمام خد معانا تمام. بصوا كده كده الحمام كله هيجي يحط دلوقتي ما شاء الله. بصوا بصوا بقى كمية حمام قد ايه. حمام خد مع الحمام بتاعي، بس عادي يعني، حاجة حطت معاهم حاجة ما حطتش انا مش فارق معايا اهو ما شاء الله. حمامنا احنا طاير زي ما هو. طبعا الحمام اللي طار حمام بلدي طاير في البيت اللي هناك ده. بسم الله ما شاء الله. بص الفرد يا جدعان اهو، مش عارف الكاميرا مش جايباه حلو اهو. بص 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 اهو، خدتوا بالكم من شكله عامل ازاي؟ طبعا الحمام خلاص جاي ينزل اهو. بص الفرد هو اول واحد جاي هيحطه يا جدعان. بصوا شكله عامل ازاي؟ على النعمة شكله جامد اهو يا جدعان. الحمام بيحط ماشي، هرجع لكم تاني بقى. بص يا جدعان الحمام قام تاني اهو، الحمام قام تاني اهو ما شاء الله. اهو الفرد اهو برضه اهو يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. شايف اهو شكله جامد اهو ما شاء الله يا جدعان. اللهم صل على النبي. بص بقى عايز بس بقيه الحمام يحط ونلعبهم بحب الكلفه كده عشان نهديهم شويه. طبعا لسه في 4 طايرين و6 حاطين. طبعا الازرق قطيف انا ما فتحتلهوش عشان خاطر ديله كله يعتبر واقع اهو. لعب بس الحمام نهديه شويه على الضهر عشان صوت الكلاكسات ده عمال يقوم في امه مش راضي يسيبه تمام يا جدعان. والاربعه التانيين سخنانين امك، نهديهم شويه ونلعبهم برضو شويه. يلا هلا انزل هلا. التانيين طبعا ايه سخنوا امك يا جدعان. ده الانجليزي والعنبري شقافه والكريزلي والازرق جمعيه او الزاجل. بس اهم حاجه ايه هدي الحمام كده على الضهر. هم جايين ينزلوا امك يا جدعان ما شاء الله. الله اكبر اللهم صل على النبي. تمام يا جدعان، شويه بقى لما نيجي نقفل على الحمام ده هبقى اصوره لكم. تمام لما نيجي نقفل على الحمام ده هصوره لكم واحنا بنقفل عليه، وبعد كده نختم الفيديو بتاعنا. تمام انتظروني وارجع لكم تاني بقى يا جدعان. ايه بصوا تعالى نديهم بصه كده عشان نديهم اخر فزعه ونقفل عليهم مع بعضينا. بصوا في عصفوره امك كده يا جدعان ما شاء الله. بصوا الشمس عامله فيهم ايه، اللهم صل على النبي. والفرد اهو، الفرد اهو يا جدعان ما شاء الله. بصوا اقسم بالله شكله جامد ده، لسه ناس شايفينه دلوقتي يا جدعان يقول لي شكله جامد في الجو. يعني مش عارف الكاميرا مش جايباه حلو بس شكله جميل قوي في النش. خد تعالى اهو، تعالى انزل تعالى. حب الحمام يا جدعان، خد تعالى. طبعا بيجي بالكلفه يعني مش حب فيا. نديهم واحده اخيره بس ايه، انا بحب. بص يا جدعان كل ما اجي ادي فزعه طالما الحمام، طالما الحمام عليه ريش عشان ما يروحش يركب مني ويعشق الضهر لازم اديله حبه كلفه كده. بعد كده اعمل له ازاي؟ بيس يلا انت ما تقومش، ده مش قادر يقوم. بصوا طالما مش قادر يقوم خلاص
طالما فرد الحمام مش قادر يقوم خلاص. تمام يا جدعان، اللهم صل على النبي. امك اهو قام اهو لوحده، ما علينا. طالع فوق السطح قبل اذان المغربيه، معاه كوبايه شاي وسط حمامه قاعد في الغيه، بطير الحمام وانا بسمع الاغنيه، طارت كشك وزواجل ومسكت عنبريه، هوبا يلا نطلع الكل والشقله باظ، خربوا الجو لعب خصم شافهم عقله باظ، لا مغني من ايطاليا ولا حتى كوستاريكا، مفيش احسن من اليمني صوته لحن مزيكا، سمعت اذان المغربيه رميت الاكل على الارضيه، الحمام نازل جعان قمت بسرعه زوب ميه، خلاص حبسته كله في السليم ونزل الشقة، قلت افتح الفيس اشوف في جديد ولا لأ، ببص قدامي جروب غوات عين شمس، غواه مية مية ومحدش فيهم هلس، الادارة فيها جديدة احلى شغل كله حزم، بنعلم كل المبتدئين لاجل ما نحسن ناس، نزلنا السوق واستمعنا احلى صحبة بتجمعنا، من كل منطقة في مصر كل الناس دي تبعنا، ناس غاوية غزار شوى متزاجل وكشاك، الخية على اصولها مش بكتر السلاكات، صافي عدف رقنديات عبس عنب رشاقلة بزوت، انجلايز وبهلوانات دفع عليهم ملك شك، كمان غزر مرقعات الغية في مصر على السبات، نيجي بقى كده للاصل شغل وافي كله حصري، تحية دي يلا كده انتوا عملتوا اللي عليكوا، واحب اقول لكم يلا تحت، يلا هاد انت هو تحت، يلا تحت، يلا تحت، يلا تحت، يلا يا عروسة في كلفة تحت هنا، عروسة خدي تعالي، تعال يا عروسة تعال تعال، العروسة مكسوفة يا جدعان، واقفة لوحديها هناك اهي اهي، هتيجي تنزل دلوقتي، يلا تعال يا عروسة، يلا يلا انزلي يا عروسة، والعروسة نزلت يا جدعان، انهم عاملين حاجة حلوة كده، شد شبكتك بس كده يا جدعان، يلا ادفوا انت وهو، ادفوا امك ما شاء الله يا جدعان، اللهم صل على النبي، حمامنا شرفنا وعمل اللي عليه، وده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، كان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.